الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة العلماء الحضور والسيدات العالمات والحاضرات، بل أحب أن أثمن عاليا فكرة عقل هذا اللقاء في حد ذاتها، مهما تكون الأقوال والنتائج والأفكار، فإن مجرد طرح هذا السؤال شيء جيد بهذه المرحلة، خصوصا إذا كان السؤال يطرح على أهل الاختصاص، على الذين يعانون هذا التعليم ويعيشونه مشاكل ويوما وواقعا وأملا في أنفسهم ولمستقبل هذه البلاد. لا شك أن هذا الجواب لن يكون جوابا عاطفيا، ليس جوابا محكوما بنوستالجيا الانتماء، بل هو جواب عملي نتج عن كثرة عن ثقة التعامل مع واقع التعليم منذ سنين، ومع ملاحظة ما تعرض له هذا التعليم من محاولات الاقتداء والاجتثاث والإزالة. الوعي بكل هذه الشروط وهذا التاريخ هو الذي يجعل الحديث حديثا في مكانه، وإلا سيستمر هذا النزف وهذا السيل في الحديث عن خاطئ، لأن الذي يتحدث عن التعليم العتيقي أو غير العتيقي يجب أن يعيشه ويعرفه ثم يتحدث عنه. في البرنامج الذي أعد أو الموضوع أمامي أنني أدبر هذه الجلسة وأسيرها، وقد قلت للإخوة الذين وصلت بهم واتصل بهم بأنه أنا عشت في التعليم العتيقي قديما، لا يليق بي أن آتي إلى هذه المنصة لأستمع ثم أنصرف، لابد أن أقول كلمة. فأقول إن هذا التعليم الذي أتحدث عنه ليس كهذا التعليم تعليم آخر عرف ما عرفه من الترنح والتردد في التسمية على الأقل، فكل يأتي ويسميه بما يشاء، هو تعليم ديني مرة وتعليم مرة أخرى أصيل، ومرة أخرى تعليم أصيل، ومرة أخرى هو تعليم عتيق، ومرة أخرى كما في العنوان هو تعليم تقليدي. وهذه التسميات كلها تلقي ظلالا على حقيقة هذا التعليم، خصوصا إذا لم يكن الإنسان قد عاشه، إن كونه تعليما عتيقا هو استناد إلى المرجعية التاريخية أنه قديم، ولنقل بأنه عريق كما سمعنا، ولكن هذا يحيل على الزمن، والزمن ليس ميزة لأي تعليم سواء هذا أو غيره. ثم هو تعليم تقليدي، ويشير في هذا نفرة ودعوة إلى البعد عنه، لأن الناس يبتعدون الآن عن التقليدي، ولن نعد الناس يحتفون بالتقليدي إلا في الصناعات التقليدية، وإلا في الباقي لابد أن نعرف عن جوهر هذا التعليم. هذه الأسماء كلها لا تورقل في هذا التعليم ولا تعطيه حقيقته، وإن شئت قلت أن هذا التعليم هو الآن تعليم هوية الأمة وضمير الأمة وحماية الأمة، هذا التسمير الحقيقي التي يجب أن نتحدث عنه. إننا عشنا في هذه السنوات الماضية شيئا غير يسير من اضطراب فكري وثقافي آتي الوافد والمنبعث منه، ورأينا دخول الأمة في حالة من التطرف وحالات من العنف. من أين جاء ذلك كله؟ هذا السؤال الذي لم يجيب عنه أحد. إن التطرف جاء من بعد الناس عن التعليم الحقيقي، كان بالإمكان أن يمنع هذا التعليم لو أنه أتيح له أن يتحدث، أن يمنع الناس من الأخطاء التي وقعوا فيها. كم من الأشياء والدماء التي سالت باسم الجهاد،
والناس يظنون في منطقهم ليس في العلم أن بإمكان أي فرد أن يعلن الجهاد على من يشاء، ولكن التعليم العتيق يقول إن الجهاد من أحكام الإمامة العظمى، والذي يعلن الجهاد أو يوقفه هو الإمام الأعظم. وهذه الفكرة وحدها كافية لأن نقول بها للناس أنتم أخطأتم، ليس لك أن تذهب إلى سوق تغشى سوقا من أسواق وتفجر الناس وهم لاهون وهم غافلون لتقول إنك مارست جهاد. هذا ليس جهادا أبدا، ليس في منطقنا أبدا أن الجهاد على هذه النحو. لو أن الناس علموا شيئا من العلم الآن الذي يحصل علماؤنا وهو علم السيرة، وعلم السيرة هو ليس هو علم السيرة، هو علم التعامل مع الأغيار، لو علموا هذا لكان هذا كافيا لأن نمنع كثيرا من حالات الاحتكاك التي أدخلنا فيها من ليس له وصمة من هذه المعنى. لذلك أقول إلى حديثنا الآن عن هذا العلم حديث يجب أن يوضع في مكانه، بمعنى أنه حديث يحفظ الأمة هويتها، يجيب عن الأسئلة التي تطرح عليها وتقف الآن من البرمة إلى غير ذلك. هذا التعليم هو إن شئتم الحديث عن النشأة، متى نشأ؟ نشأ بنشأة الإسلام، لأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي جعلت العلم أول فريضة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومنذ القديم نعلم الناس تلامذنا أول ما واجب على من كل فرد من نظر وما كان من نظر أن يعرفه. وإذا تقارب المعرفة هي العلم الأول، هي فريضة الأولى. ثم انطلقت رحلة العلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحققت ما لم تحققه أي مدرسة أو أي تجربة تعليمية. هذه التجربة قوامها أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم لا يغادر هذه الحياة حتى يقول الله له الخاطب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيتردد هذا الفعل فعل الكتابة، الكتابة العلمية التي فيها مدين وفيها داين وفيها من يدعى إلى الكتابة. في مدة وجيزة كانت الأمة تكتب، وتركت أي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم هي رحلة ما بين نحن أمة أمية وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. هذا حق تحقق، هذا ليس مشروعا هلاميا، هذا تحقق. والصحابة الذين عرفناهم ولا أحد ينكر علمهم ابتداء من ابن مسعود، وهؤلاء الذين كانوا رعاة والذين قال فيهم النفس رضيت الأمة ما رضي لها ابن أم عبد، هم حصينة ونتاج هذا التعليم. ثم لاح هذا التعليم وحقق أكبر نتيجة التي لم تتحقق بعد، وهي نحو الأمية التي رأينا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يمهل الأشعريين سنة ليعلموا جيرانهم وإلا فسيعاجلهم العقوبة. هذا تعليم كبير جدا كتب فيه وله مزية، ونحن في الآن في أحوج ما نقول إليه، خصوصا في رحلتنا هذه وفي وتبتنا هذه التي نريد أن تكون المعاني الإسلامية ظاهرة. لا أريد أن أحدث أطيلا لنا، وإنما أريد فقط أن أبلغ رسالة بعد هذه القراءة. وأنا رأيت وسمعت دائما قراءة حدثها خذا وكذا والزمن والطرق، لأن كل شيء في الزمن جديد هو صحيح، والمناهج الحديثة جميل جدا، وأنا أدعو جميع طلبة العلم والمؤسسات أن تقرأ المناهج الجديدة حتى لا تلقى هذه شيئا سرا يتحدث عنه. مناهجنا في التعليم، مناهجنا في التحليل يجب أن نعلمها، وحينما ندرك التحليل سندركها. هل يمكننا أن نجاري كل ما يقال أم يجب أن تكون لنا مدرستنا الخاصة في التحليل؟ أقول لا. إن يكون تسمعون وكلنا يسمع الآن ما يلقى في أعمدة وفي مواقع التواصل الاجتماعي من نظريات في بعض المرات نجدها غريبة عن الإسلام. نظريات في يقول أحد من الصيام ليس واجبا، كل له فكرة. جميع هؤلاء الذين تحدثوا، هؤلاء الذين تحدثوا ليسوا ممتلكين لمشروعية القول في الدين، لأنهم يقفزون عليه قفزا وكانوا يتجاهلون أن هناك شيء يجب أن نلزمهم به. ونقول عنه إن هناك مناهج تحديد، مناهج دراسة الشريعة الإسلامية، وبعد هذا فليقول الإنسان ما شاء، ولكن بعد علمه.
أما يقول الإنسان إنني ليس بسيدة بالشارع ومع ذلك أنا أقول فيها وليس لصوت بالقرآن وأقول فيه وليس لصوت بالحديث وأقول فيه وأنكر الحديث بلغة نصيرة وأنكر البخارية إلى غير ذلك من الأشياء. ما الذي وقع؟ هو مشكلة واحدة يجب أن نتنبه إليها جميعا وهي التي حرص على أبديها وهي أن هنالك شيء غفلنا عنه ولهونا عنه وإن كانت أدوات الحديث فيه وهو مشكلة تعامل مع النص. إن الألفاظ وإن النصوص هي كما يقال هي حصون المعاني. حينما نهمل النص ولا نعرف كيف نتدبره لا شك أننا نذهب بعيدا عن الشريعة الإسلامية. علماؤنا هؤلاء كانوا يحذرون من النص، طيب لا تجدون عالما إلا ويخوف النص لأن النص ليس سهلا. حينما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ اقرأ وتحدث بعد وفصل ابن عباس اقرأ بمعنى البيان وتجدون هذا في صحاح كلام ابن عباس وفي غيره. فإذا كان المراد من القراءة لمحمد الكاملة ليست جميع النصوص، القراءة في الأصل هي جميع النصوص جميع، إذا كان الإيراد مراد هو تجميع المعاني المبتوتة في القرآن الكريم فهذا أمر هو من فعل العلماء وهم الذين يستطيعونه. أن تقرأ آية بمعنى أن تأخذ بوجودها في جميع القرآن وتلملم ذلك وتخرج بالفكرة، هذا ما فعله علماء أشباه النظائر، هذا ما فعله غير واحد صاحب عمدة حفاظ سيد أشرف الألفاظ. ماذا كان يفعل؟ كان يجمعون ابن سلام في كتابه التصاريح، ماذا كان يفعل سمين حلبي إلى غير ذلك. هذه العملية التي هي عملية شاقة ولا يستطيع الإنسان أن يخرج بمفهوم أو فهم من القرآن إلا باستعراض كل المعاني. ما يقول النفس في القرآن لا أكثر عشرة المعاني، أي معنى تعطيه؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أي ما هو ما؟ النفس ما له نفس سيدة في لغة الفقهاء ويحذركم الله نفسه، ولذلك يستعرضون هذه المعاني ويرون أن هنالك معاني مناسبة للسياق الذي يتحدثون به. أما أن يأتي إنسان بالمعجم هؤلاء الذين يهجمون على القرآن زعما أنهم يعرفون المعجم والمعجم العربي أيضا ليس معروفا. أحد رجال المغرب كتب في كتاب معجم المعاجم وعرف بألف وخمسمائة معجم شقاوا إقبال، هذا كان رجل من العلماء بكناس أستاذ وكتب هذا الكتاب الرائع الذي أعتبره من أحسن ما كتب في المغرب في تقريب المعاجم العربية. كم يحيط الإنسان ويعلم من هذه المعاجم يقول إنه أحاط علما باللغة العربية مثلا. وهكذا كلامه لا أريد أن أفيض فيه من القويل، ولأن الفقهاء كانوا يمتحنون، كان بعض الفقهاء فقهاء يمتحنون بعلمهم باللغة العربية. تعرفون قصة الامتحان الإسائي وقد امتحن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في آية قرآنية فأخطأ فيها أبي يوسف، قال إنك لا تعرف اللغة العربية ولا تعرف أن الاستثناء يكون من الاستثناء، قصة معروفة في كتب التفسير. إذن الأمر شاق، لذلك كان الذين يتحدثون في القرآن يتهيبون ماشي خوفا ولكن يعرفون الشروط ويعرفون المحاذير ويعرفون أن الخطأ في هذه الأشياء. فلذلك وقع ما وقع في هذا الباب الذي هو باب التعامل مع النصوص. مدرستنا الشرعية هي الآن المؤتمنة على تحليل النص. إذا كنا نريد الحقيقة هي لأنها تتحدث عن النص في أصول الفقه، تتحدث عنه في مباحث من اللغة العربية، في أصول الفقه، في التفسير، دائما مفهوم الدلالة، مفهوم العبارة الدلالة، تحدثنا عن العبارة الدلالة مدروس بالقوة والكثافة، في حين أنه هذا الجانب مهمل في لدى بعض المدارس اللغوية أو المدارس التحليلية. تحليل هو التحليل فقط، وفي على أي منهج بأي طريقة بأي. نحن الآن إلى حد الآن نمتلك هذه القوة
الحمد لله دار الحديث الحسنية في مجموعة كبيرة من الأطاريح التي تناولت في وصولها باب الدلالة ومباحث أقوى كما هو معروف. فعندنا من هذا شيء ممكن أن نسلم به في دراسة أو في تحليل النص. ما الذي وقع؟ الذي وقع أيها الأخوة شيء واحد في التاريخ، وهو أن الأوروبيين كانت لهم مشكلة مزمنة مع النصوص، وطبعا تكون لهم هذه المشكلة المزمنة مع قراءة التوراة والإنجيل إلى غير ذلك. ووقع في بعض الأحايين أنهم يريدون أن يوائموا بين معطى العلم وما في تلك النصوص، فجاء سبينوزا مثلا فقال لا بد أن نعتبر أن كثيرا مما في هذه النصوص يجب تأويله وهو رمزي. كمبحث كبحث للمخرج في هذا عن هذه الأزمة بين النص والعلم، واندفع الناس في هذا وقالوا بهذا. ثم جاءت مناهج أخرى لا تقول بهذا أصلا، ابتعدت عن هذا التأويلية إلى الرمزية، وابتعدت هذه إلى الدين الجديد هو الدين الألوهية الربوبية الديزم، ثم انتهت بعد ذلك إلى مناهج أخرى قالت أو آخرها هي ما سمعنا في الهرمنوتيقى. والهرمنوتيقى ليست كلها حقا، حينما تتحدث في درجة من درجات التحليل عن نظرية الموت، الأوروبيون آمنوا بالموت كثيرا، آمنوا بموت الإله كما قال نيتشه، ثم آمنوا بموت القيامة التي ماتت بموت الإله، ثم قالوا بموت صاحب النص وقدرة القارئ على أن يحدث في النص ما يشاء. وإذا أصبحوا يتحدثون عن سلطة القارئ، أي النص لغيره ولكن هو له سلطة فيه، وإذا أصبح بإمكان الإنسان أن يقتحم النص، أن يحتل النص، أن يقول في النص ما يشاء. وهذا قد يبدو لبعض الناس سهلا، ولكن كيف يمكن أن يكون هذا مستسابا أو ممكنا إذا كان صاحب النص هو الإله نفسه؟ حينما تزيل من القرآن صاحبه ومنزله ليحل الإنسان ليصبح إلها بحكم هذا الكلام، هذه خطيرة. فنحن لا نقبل بهكذا، نقبل نتعامل مع فكرة موت صاحب النص وندبره ونتأمله، ولكننا لا نأخذ بها على الإطلاق وإلا كنا متخلفين. إذا لم نأخذ بفكرة موت صاحب النص نحن متخلفين. إننا لا يجوز لنا أن نسطو على ما ليس لنا، وكلام المؤلفين وقف عليه. نحن نحترم عبارة صاحب النص ونجدها ونفسرها من خلال الوقائع اللغوية وما حول النص، ولكننا لا نحل أنفسنا محل صاحب النص. هذه مناهج الآن كثرت عند الغربيين، وهي لا تناقش، إنما بعض مرات أبناؤنا في الدراسات اللغوية يتحدث الناس عن موت صاحب النص لا تحليل الروائي والسيميائي وما إلى ذلك بمعنى ما يشاءون من الطلاقة، ولكن حينما يكون هناك نص، أو كما كانت دائما الدكتورة الشاطر رحمه الله هي من الأساتذة تقول بأنك حينما لا تنطلق من أن هذا النص هو لله تعالى يستعجم عليك، لأنك حينما لا تنطلق من منطلق أنه كلام الله كيف تفهم عفى الله عن كلمة أذنت له؟ من الذي تحدث؟ إنا أنزلنا إليك من أنزل؟ مثلا فكل خطاب تجد فيه أثر الألوهية وتأثر أو مقام النبوة حاضرا، إذا هذه المسلمة الأولى في تحليل النص القرآن، إذا أزأت هذا تتخبط وتترنح ولا تخرج بفائدة ولا تخرج بفائدة إلا أن تقول أن الكذب أنا في الكلام كله كذب وليس صحيح. فلذلك أقول أيها الأخوة إن جميع ما نسمع الآن يعود إلى هذه النظريات التي أباحت لبعض الناس أن يقول في القرآن بما يشاء. أنا أقول لكم بأن رمضان ليس واجبا أطلق تماما. الآن اسمعونا هذا، وهو الناس ليسوا من أهل الاختصاص أساسا، والناس في كل العلوم يطلبون الاختصاص في كل العلوم، لا بد أن يسأل من هو المختص في ترويض الفرس، إذا أرادوا أن يروضوا فرسا لا يسلمون أي واحد وهو فرس أو هي فرس مؤنث، فكيف يتشدد أما أن يسمحوا لإنسان أن يمارس الطب ولو طبا قريبا، لأنهم لا يسمحون لأنهم يؤمنوا إلا في ميداننا، فهذا مجال مستقر يتحدث فيه كل من أراد.
فلذلك أقول والحاضرين والطلبة إن هذه قضية يجب أن نهتم بها ونوديها أهمية. وأنا أقول ليس من العلم أن نبتعد عن هذه المناهج، مناهج التحرير مهمة جدا مهمة جدا، يجب أن نعرفها ثم ننظر إلى إمكانية التعامل معها حينما نتعامل مع النصوص الشرعية التي نصوص لها حرمتها ومكانتها، وحتى لا نضيع مكانة دينية الأمة وعقيدة الأمة. إذن هذه بمختصر المفيد كلمة مختصرة جدا لما بإمكان أن أعطي شواهد متعددة، ولكن أحيل الكلمة حتى لا أجور على غيري في الذين يتحدثون في أن يتناول الكلمة، ويكون البدء بكلمة الدكتور محمد عبد الحي وهو عميد كلية الأداب بجامعة المنصر بجامعة الوصل دبي، تخصص عنه اللغة العربية وأدبها، وهو أستاذ للتعليم العالي له أكثر من 30 بحثا ومقالة منشورة. إليه الكلمة. شكرا جزيلا بارك الله فيكم.